أكيد قاعد تعشون؟ تعشون؟ إيه قاعد تعشون. راح أراويكم تقرير يفتح النفس. طبعاً كالعادة أنا كريم وأحب أعزم المصورين والمخرج واللي في الكنترول على هذا المطعم اللي فعلاً راح يقوي المناعة عندكم. عطي التقرير. السلام عليكم. السلام. الله يجيبني. شو تنظف؟ شو تنظف أنت؟ الله. شال الوساخة. على السقف. هذا المطبخ شوف وساخته شلون. ثلاجات الوساخة هم قاطينها برا يعني بعد قاطينها مدخل عمارة الحين براويكم شغلة يم المطعم طالع عزكم الله فيران ميتة هني طبعا حاطين لها اسم ما ادري شنو هذه هي عمارة كلها مبوءة كلها مصايب طالع ترى ميزة يعني المطاعم مثل هذه تقوي المناعة يقول لك دائما الأطباء يقول قوي مناعتك فلما تاكل من المطاعم يعني خذ يعني يقينا المطاعم هذه تقوي ترفع المناعة يعني باكر تروح مطعم نص نص ما يأثر فيك فنروح مثل هالمطاعم إن شاء الله يعني آخر تغريدة